صباح شريبتكم، مرحبا بكم. الليلة مش نحكو حكاية جديدة، الحكاية هذه اسمها الفانتازيا. الفانتازيا هما الفرسان، تعرفوه غنيت يا مرحبا بولاد سيدي، طلوا جماعة طلوا سيوفهم لماعة. هذوما أولاد سيدي. أشكون هما أولاد سيدي؟ أولاد سيدي هما الفرسان اللي يلعبوا وقت اللي تجي العروسات، وقت اللي تجي الزردة، وقت اللي تجي مهرجان كبير يجيبوا الفرسان. أشكون كان معروف هالفرسان هذوما واللي حتى لتو معروفين؟ عنا أولاد تليل وعنا أولاد بوغانو. أولاد تليل هما أصلهم هابطين من سلالة أم يوغرطة. أم يوغرطة جت من تلابت وجابت معاها أولاد عرشها. أولاد عرشها جابتهم باش يعاونوا ماسينيسا، وسكنوا أولاد تليل ولتو مازال أولادهم في شيرة سيدي رابح. سيدي رابح هي منطقة ما بين الساقية ما بين الكيف. وعنا ولاد بوغالم. ولاد بوغالم هما في قلعة سنين. ولاد بوغالم هما من سلالة يوغرطة. ويوغرطة كان فارس عظيم ديما راكب على فرسه، وكان الجنود اللي يدافعوا معاه الكل خيالة بالقداء. دونك الحكاية هذه وقعت ما بين ولاد تليل، شيرة القصرين، شيرة تلابت والشماء. كما تعرفوا أنه ديما فما علاقة ما بين المنطقة هذه ما بين الشمال، يجونا الهطايا يجيبوا الغلم نتاعهم، ويجوا وقت الصيف يحصدوا في الشمال ويعاونوا جماعة الشمال ويروحوا بمحصولهم. ساعة ساعة تقع زردة، ويجوا الخيالة والفرسان نتاع ولاد تليل والقصرين ويوصلوا حتى للشمال. فما زرد في سيدي رابح في قلعة سنان، وفما زرد تقع في القصري برا. يا سيدي فما واحد فارس جي في زردة، جي في زردة وهو عينه باش يقابل بني يعرفها كي كانوا يطلعوا هما للشمال ويوصلوا للشمال تعرف عليها. يا سيدي جي الفارس هذيك بعد لكمل لك اللعبة نتاعو، وهك الشي اللي محطوط وهك الفرسان تجري وهك الكسكسي واللحم والخيرات محطوطة ونسوي نتزغرت حسيلو. جي وراء البيوت نتاع الشعر اللي محطوطين وقابل البنية برا. هاي سيدي من حكاية الحكاية طول الحكاية ما بيناتهم. اتفق بيهم واحدة مك الجماعة اللي دايرين بيهم، ولا راجل يمشي يرد الخبر لأهل الطفل. روحك الفارس هذاك وروحت الطفلة دارهم. برا سيدي جت زردة أخرى عند عائلة الطفلة، اركب الفارس هذاك باش يمشي يلعب باش يمشي قبلها. هو مشي غديكا برا، تعدى النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث ما فماش. يركب بيو
يركب على حصانه ويهز مقرونه ويمشي يطل على البقعة اللي مشى لها ولده. وصل غديك عند القبيلة ديك، فرحوا بيه، دخلوه، طيبوا العشاء وحطوا له العشاء. يا سيدي هو حطوا له العشاء، بعد لتعشى هزوا العشاء، وإذا بها امرأة قامت تتغني، وهدية من عاداتهم يقصروا الليل كي يجيهم الضيف بالغناية نتاعها. وغنت الغناية قالت له لا روح الشايب روح، ولدك عرض على مولاه، هاوينو في الهندي ملوح، مقرونو طايح بحداه. الراجل اسمع الكلمة وهو تشويشويان، يمشي طل في الهندي، قام سعيكبة في الوقت ذاك قال لهم لا سامحوني انا باش نروح توا، ما نجمش، اقعد بيت اقعد بيت، قال لهم ما نجمش. يمشي طل في الهندي يلقى ولده ملوح، يهز ولده حطه فوق الحصان ويروح بيه، يروح بيه والغنية في ودنه لا روح هالشي بروح، ولدك عرض على مولاه، هاوينو في الهندي ملوح، مقرونو طايح بحداه. يقولوا لأمه الحنانة تحضر له كفن وعشاه. وهو يسمع فك الغناية ويسمع فك الغناية لين وصل، وصل عايت ولاد عرشو عز ولدهم دفنوه. ولاد عرشو يهزوا الحصنة نتاعهم ويهزوا سلاح ويمشوا يردوا الثار تاع ولدهم اللي مات مغدور. ضاربوا مات منهم ومات عند الاخرين اكثر. هذه حكاية من حكايات اللي تأسف وتألم، خاطر أكل كانوا عايشين رحل حياتهم معرضة برشا لحكايات كما هكا، لحكايات ما تتمش بحكاية سعيدة نظراً لتبعتها، كيفاش يقولوها العلاقات، نظرا للتباعد كيفاش هذوكم يعيشوا وهذوكم يعيشوا. ورغم اللي هي عن عدة غنيات متوارثينها من الجنوب من الشمال، كي تتغنى في كل غنية حكاية. تصبحوا على خير وإن شاء الله في حكاية جديدة.